بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمن موضوع الانفورميشن ثيوري تعرفنا بالدروس السابقة كيف نعمل السورس كودينج، وقلنا في وقتها السورس كودينج هي تحويل الرسائل إلى إشارات مشفرة في جهة الإرسال. هذه الإشارات المشفرة فائدتها أما ضغط المعلومات أو الحفاظ على سرية المعلومات. عندنا مشكلة أخرى هي أنه بالقناة الاتصال راح تضيف لنا نويز وجامينج للإشارة، وبالتالي راح تسبب لي إيرور في كشف الإشارة عند طرف الاستقبال. هذه المشكلة بالحقيقة ممكن نقلل من تأثيرها باستخدام نوع آخر من التشفير، يعني غير السورس كودينج راح استخدم الشانل كودينج. قبل ما ننتقل لتشفير القناة المفروض نتناول موضوع الديتكشن أو الكشف في جانب الاستقبال. على سبيل المثال إذا كان النظام باينري، كيف ممكن طرف الاستقبال أن يميز بين الصفر والواحد؟ بالحقيقة بهذا الدرس راح نتعرف كيف نحسب احتمالية الخطأ وأيضا قيمة فولتية العتبة لعملية الديتكشن في حالة وجود قناة ذات ضوضاء. يعني لو فرضنا أنه الإشارة في جهة الإرسال كانت X of T، عندها راح تكون في جهة الاستقبال بعد مرورها بقناة الاتصال راح تكون عندي الإشارة y of t هي عبارة عن x of t زائد n of t، وال n of t هي الضوضاء أو النويز اللي سببها channel. إذا فرضنا هذا النويز توزيعه Gaussian، يعني Gaussian distributed اللي هو نعرف أنه شكل الناقوس، إذن هذا راح يمثل هذا البروفايل راح يمثل انحراف الإشارة عن قيمتها الحقيقية. هذه القيمة الحقيقية وهذا الانحراف راح يصير بالإشارة. وعملية الكشف ببساطة هي أنه نستخدم كومباريتر، دائرة كومباريتر راح تقارن لي هذه القيمة هو الإشارة المستلمة عند جهة طرف الاستقبال راح تقارنها ويا فولتية العتبة. إذا كانت الإشارة أكبر من فولتية العتبة راح نعتبر راح يكون القرار بأنه الإشارة قيمتها واحد، وشكو شيء أقل من فولتية العتبة راح يكون القرار بأنه الإشارة زيرو. إذن المشكلة هنا هي كيف أنا أحدد قيمة فولتية العتبة بحيث تحقق لي أقل نسبة خطأ ممكن، يعني يكون الإيرور عندي مينيمم. بالحقيقة هذه العملية راح تعتمد على شغلتين، الـ X of T والـ N of T، يعني تعتمد على الباينري سيجنال وتعتمد على توزيع احتمالية للنويز سيجنال. ففي البداية راح نتعرف على تأثير الـ X of T ومن ثم نتعرف على تأثير الـ N of T. يعني الـ X of T لما تكون unipolar binary signal، يعني unipolar فرقها عن البايبولر، ذاك ياخذ زائد ناقص، هذا ياخذ إشارة واحدة أما زائد أو ناقص واحدة من عندهن، يعني هذه الإشارة ببساطة هي unipolar binary signal. يعني معناها أنه الـ X لما تكون 0 فهي تمثل اللوجيك 0، لما تكون plus something مثلا plus A على سبيل المثال فهي تمثل اللوجيك واحد. الآن الـ X of T راح تمثل المسيج عند طرف الإرسال، والـ P of 0 P of 1 تمثل الاحتماليات مال هذه المسيج. على سبيل المثال إذا كانت هذه 0.4 هذه راح تكون 0.6 حتى المجموع يصير واحد. هذا الكلام في جهة الإرسال. في جهة الاستقبال بعد مرور هذه الإشارة بالقناة ذات الضوضاء ايش راح يصير بها بسبب النويز؟ اذا كان النويز صفر فراح تبقى محافظه على شكلها، يعني عندي الاحتماليه راح تبقى ديسكريت نقطه واحده فقط، هنا احتماليه عندي للزيرو وهنا عندي احتماليه
للون. لكن في حالة وجود النويز، يعني النويز ما يساوي صفر، راح تتغير هاي الديسكريت، هاي الديسكريت فاليوز، هاي القيم المتقطعة، وحدة هنا وحدة هنا، راح تتحول إلى دالة، يعني خلينا نقول تنفرش هذه الديسكريت فاليو إلى دالة، هاي وحدة وهذه الأخرى الخاصة بالزيرو، يعني هاي الدالة خاصة بالزيرو وهذه الدالة تخص الـ 1. بمعنى آخر أنه أنا عندي على سبيل المثال لوجيك 1 في جهة الإرسال والاحتمالية مالته 0.6، هذا الخط يمثل لوجيك 1. بعد مرور هذا هذه الإشارة لوجيك 1 بالقناة بقناة الاتصال ذات الضوضاء، الضوضاء راح يسبب أنه تتحول هذه الخط إلى دالة تنفرش إلى دالة الناقوس. طيب هنا هسه أنا ما عندي مشكلة، هذا كله لوجيك 1، بس هنا المشكلة أنه لما الدالة تعبر قرار الكومباريتر، هذا هو قرار الكومباريتر، شكو شيء أقل من هذه العتبة راح يعتبره الكومباريتر هذا لوجيك 0، في حين أنا أرسلت لوجيك 1 افتهم الديتكتر هنا افتهمها على انها لوجيك 0. اذا هذه المساحه باللون الازرق راح تمثل لي خطا بالكشف، يعني عندي ايرور ديتكشن ايرور هنا. ايش قد قيمته هذا؟ هذا قيمته عباره عن تكامل من ماينس انفينيتي الى فولتيه العتبه، لانه ببساطه يمثل لي المساحة تحت الكيرف أو تحت الدالة اللي هو تكامل بحدود التكامل هذه، وأسميها احتمالية 0 بالاستلام عندما تكون 1 بالإرسال. هذه هي المساحة الأولى أو المصدر الأول للخطأ. المصدر الثاني للخطأ شنو هو؟ أنه لما يكون عندي غالي بالإرسال لوجيك 0 والاحتمالية مالته 0.4، هذه بسبب وجود النويز هذه الخط هذا راح يتحول الى فانكشن ينفرش. هذه الفانكشن هنا ما عندي مشكله كله زيرو، بس المشكله عندي لما يعبر قرار الكومباريتر الثريشولد فولتج، لما يعبر قرار راح تفهم دائره الديتكشن، راح تفهم انه هذه انت دزيت واحد في حين ان دزيت صفر، بس عبر منها عبر. اذا هذه المساحه باللون الاحمر راح تمثل لي احتماليه 1 بالاستلام عندما تكون 0 بالإرسال. قيمتها أيضا تكامل، حدود التكامل هي من ناقص العفو من فولتية العتبة باتجاه البلس انفينيتي. هذه هي المساحة تحت الكيرف الثاني. أما الاحتمالية الكلية فهي المفروض أني أجمع هذه هاتين المساحتين حتى أحصل على الاحتمالية الكلية للخطأ. الآن احنا نعرف انه الباينري شانل ممكن ان يعبر عنه كجرافيكال موديل بهذا الشكل، عندي هنا جهة الارسال وهنا جهة الاستقبال، تو مسج عندي 0 1، ايضا هنا عندي تو مسج 0 1. الايرور هو نمثليه هنا بالكروس لينك، باعتبار انه انا عندي 0 بالارسال المفروض احصل على 0 بالاستقبال، بس بسبب وجود هذا اللينك اللي هو ليك عبارة عن ليك راح يتحول جزء من زيرو، راح يصير عندي احتمالية ايرور باتجاه الون. كذلك بالنسبة إذا كان بالإرسال 1 راح يصير عندي، راح يصير هنا عندي احتمالية استلام زيرو كايرور طبعا. والنت بروبابيليتي أو الاحتمالية الكلية للخطأ مثل ما قلنا هو الجوينت الأول زائد الجوينت الثاني، ونعرف ان الجوينت هو عباره عن المارجنال الترانس بروبابيليتي. طيب هناك لما كان عندي الديسكريت كنا نجمع القيم المنفصله، يعني كان عندي قيم ديسكريت، هنا عندي داله مستمره داله الناقوس، اذا راح استخدم التكامل حتى اطلع المساحه تحت المنحني، فراح يكون عندي النت بروبابيليتي بهذا الشكل تو تيرم، واحدة خاصة بالزيرو واحدة خاصة بالون. الآن السؤال هو أنا عندي تو لوجيك 0 و 1،
الزيرو احتماليته 0.4 وهذا احتماليته 0.6، يعني احتماليات متغيرة، لأنه في حالة احتماليات المتساوية ما تقبل خطأ، أنه القرار يكون البيز شوت أفضل شيء يكون بالمنتصف بين الزيرو وبين الون. طيب هنا عندي احتماليات متغيرة، فكيف أجعل probability of error اللي هي المساحة تحت الخط بهذه المنطقة تكون أقل ما يمكن مينيمام؟ أنا أعرف من الرياضيات حتى حصل على الماكسيمام أو المينيمام لازم أشتق وساوي للصفر، أشتق الدالة وساويها للصفر، مشتقة الواي بالنسبة للإكس وساويها للصفر. فبالنسبة للبينت راح أقلب حدود التيرم الثاني، راح يصير من ماينس إنفينيتي إلى في ثري شولت، وبنفس الوقت أقلب الإشارة من زائد أقلبها إلى ناقص. بالنسبة للدي ديفرنشيشن راح يقلب لي راح يلغي لي الإشارة مالت الانتجريشن، يعني الانتجريشن راح تروح ويا الديفرنشيشن، فراح تبقى الاف 1 كما هي والاف 0 كما هي ايضا. ارتب الحدود راح احصل على هذه الجنرال فورمولا، هذه هي الجنرال فورمولا لحساب البي ثريشولد، يعني في حاله كانت داله الاف اوف ان معطات وكذلك الاحتماليات مالت الاكس معطات، فبالحالة أقدر أستخرج قيمة الـ V threshold بسهولة. الآن نأخذ مثال تطبيقي على هذه الفورميلا، هو أنه لما تكون الـ X of T هي unipolar والنويز الدالة مالتها هي Gaussian أو بالفنكشن، فأنا أعرف الـ Gaussian هو E أس ماينس X تربيع، لما يكون ماينس X تربيع راح يكون two-sided exponential يعني بهذا الشكل. أسأل لما أجي أطبق الفورمولا مالتي بالنسبة لل F of 0 ما عندي مشكلة، راح أطبقها مباشرة لأنه الدالة ما بها shifting. أما بالنسبة لل F1 فنفس الدالة مالتي ال F0 مجرد عندي shifting على المحور السيني، وقلنا المحور السيني بالرياضيات نعرف أنه لما يكون عندي shift باتجاه اليمين معناه delay، فراح يكون عندي مقدار الشفت بالماينس، فهذه صارت بالماينس ديلي عندي. اجي راح اختصر الحدود المتشابهه، اخذ لين الطرفين حتى تخلص من الاي، فراح يصير عندي الفورمولا النهائيه هي بالنسبه للفولتيه العتبه اللي استخدمها حتى احصل على اقل عدد ممكن من الايرور، هي في 3 شورت تساوي لنا لن الكيو زائد اي تربيع over 2 سيجما تربيع الكل على A over سيجما تربيع، والسيجما هي الفيرينس مات النويز يعني الانحراف المعياري مات النويز. طيب الآن أنا حسبت الـ V threshold، كيف أحسب الـ PE أو الـ probability of error؟ عرفنا سابقا أنه المفروض أني أحسب المساحة تحت الكيرفين، يعني راح أحسب هذه المساحة وأجمع وياها هذه المساحة حتى أحسب الـ probability of error. أكو بعض الحالات ممكن تساعدنا، هي لما تكون الـ probability of error بمات الزيرو، عفوا الـ probability of transmitting zero تساوي لنا probability of transmitting one، بالحالة راح تكون الـ Q ratio واحد حسب هذه العلاقة، ومن عندها راح تكون لن الواحد صفر، فتبقى عندي الـ B threshold تساوي لنا الـ A over two. من أجي أعوض هذه أعوضها بالمعادلة مات الجاوزين، وماكو داعي بعد أكامل مساحتين، أكامل مساحة واحدة فقط، بمعنى آخر إن هذه المساحة مات الوين الإيرور بالوين هي نفس المساحة مات الإيرور بالزيرو، أكو سيمتريك بيناتهم، لذلك أنا أحسب واحدة ليش أحسب اثنين باعتبار المتساويات، راح تكون الإيرور مات الزيرو أو الوين هو بهذه الشكل نفس المقدار. لما أجي أحسب هذه التكامل صعب طبعا إيجاده، لذلك راح نتوجه يعني تحليليا صعب، فنستخدم الطرق العددية. بالحقيقة أكو بالكتب الرياضيات أكو معادلات ستاندر ايدنتيتي ممكن أستعملها حتى أوجد هذا التكامل، مثلا إذا سويت change of variable كل y over sigma احولها لازت، راح اشوف اذني هذه المعادله تتحول الى هذا الشكل اللي هي نفسها معادله الماركم او الكيو فانكشن. هذه المعادله الجديده هي معادله كيو، فالبروبابيلتي اوف ايرور
راح تكون Q of A over 2 sigma، يعني بمقارنة هذه المعادلة مع هذه المعادلة. هذه المعادلة ستاندر موجودة بكتب الرياضيات، فيعتبر الحل هنا نوميريكال. فكون رجاء هذه الفورمولا يكون نحفظها لأنه تمثل الطرق العددية لإيجاد تكامل المركب. عندنا هنا مثال تطبيقي كشروط متحققة، هي أنه المسج إيكوبابل وباينري سيجنالز يعني يونيبولر باعتبار الزيرو فولت لللوجيك زيرو وتو فولت لللوجيك ون. وأيضا الشرط الآخر القناة عندي قناة الاتصال هي أدابتف وايد جاوزيان نويز الفارينس مالتها 0.16 فولت تربيع. المطلوب إيجاد الثريشولد وأيضا الإيرور. بما أنه شروط ثلاثة متحققة يونيبولر إيكوبابل أدابتف وايد جاوزيان نويز، إذا مباشرة أقول بدون حساب الـ B threshold الـ optimal هو أي على 2، إذا عندي 2 على 2 يعطيني 1 فولت. وأيضا عندي الـ probability of error هو الـ Q of A over 2 sigma. قلنا هاي دالة المركم، نستخدم هذه العلاقة حتى نستخرج قيمة الـ P error. راح نضع بدال كل X 2.5 راح يصير عندي هنا 2.5 تربيع وهنا 2.5 هنا 2.5 تربيع، فراح احسبها بالحاسبه تطلع عندي probability of error 6.2 في 10 اس ناقص 3. عموما كل ما تكون القيم اقل من 10 اس ناقص 3 تكون افضل، يعني هذه الرينج المسموح بها باجهزه الاتصالات. عندنا مثال آخر repeat previous example the probability of zero هو ربع، حتما راح يكون الـ probability مالت الـ 1 هو 1 ناقص ربع يعني 3 أرباع. هنا الحالة عندي احتماليات غير متساوية، لذلك ما أقدر أستعمل قانون الـ A على 2 وإنما أستعمل قانون الـ ln Q، يعني معناها الـ V threshold هو ln Q زائد A تربيع over 2 sigma تربيع الكل على A over sigma تربيع. لما اجي احسب الكيو راح اشوف نسبه بين الاحتماليات 0 وال1 راح تكون 1 على 3، خليها بالقانون هذا راح احصل على قيمه البي ثريشولد 0.912 فولت. المطلب الاخر هو قيم الايرور، هنا ما عندي تناظر بين المساحات لذلك كل وحده راح احسبها واحد. راح اقول احتماليه الخطا بالزيرو هي عبارة عن المساحة تحت الكيرف الأول F نوت، ومن أجي أحسب هذه قلنا نحسبها نوميريكال راح أستخدم قانون المركم، يعني راح تكون Q of B threshold على سيجما، راح أجي أعوضها بهذا القانون الخاص بالQ function هذا قلنا يحفظ، لذلك أجد أنه P of 1 receiving for 0 transmitting مقداره 0.01125. بنفس الطريقة راح أجي أحسب المساحة أو التكامل الثاني للـ F1 راح أشوفه عبارة عن 3.28 في 10 ناقص 3. إذن الاحتمالية الكلية هي حاصل ضرب الـ 2 joint probability، حتى حصل على joint probability أنا شو أسوي؟ لازم أضرب بالمارجينال بروبابيليتي لأنه الجوينت هو عبارة عن المارجينال في الترانس بروبابيليتي، هذا بالنسبة للواحد وهذا بالنسبة للزيرو، فحصل على توتال بروبابيليتي 5.2 في 10 أس ناقص 3. الآن ماذا لو كانت الإكس ليست يونيبولر؟ يعني عندي نوع آخر من الـ X of T، هنا عندي باي بولر يعني الإشارة راح تتغير بلس ماينس A، والـ N of T تبقى نفسها لأنه بالبداية احنا قلنا الـ threshold وكذلك الـ error قيمهم تعتمد على الـ X of T والـ N of T.
انال اكس اوف تي اتغيرت، الان اوف تي بقت هي نفسها جاوزين. ففي هذه الحاله المطلوب اثبات انه البي ثريشولد راح تكون حاصل ضرب للنكيو في السيجما تربيع. الكل مقسوم على 2A. ايضا قيمة البروبابيليتي اوف ايرور هي الكيو اوف اي اوفر سيجما. طبعا الحل لهذه الهومورك نفس الاجراءات السابقة، مجرد عندي الفرق الوحيد هنا هو انه الدالتين مشفتة، الاف نوت والاف واحد اثنين مشفتات. بالنسبة للأولى مشفتة بها ادفانس يعني اكس بلس اي، اما الدالة الثانية فبها خلينا نقول ديلي معناها اكس ماينس اي، قلنا نحو اليمين ماينس ونحو اليسار اكس بلس سمثينج، يعني عندي هنا شفت على المحور السيني وليس المحور الصادي. بالحقيقة الأمثلة السابقة توصلنا إلى الملاحظة المهمة التالية، هي أنه لما تكون الـ X of T عبارة عن إشارات متساوية الاحتمالية والـ N of T عبارة عن جاوزين، بهالحالة راح أحصل على هذا الشكل، معناها أنه قيمة فولتية القرار أو فولتية العتبة راح تكون ببساطة هو حاصل جمع اللوجيك 1 واللوجيك 0 على 2، يعني راح تكون بالمنتصف تماما. كذلك بالنسبة للقيم الخطأ بالواحد والخطأ بالزيرو راح تكون متساوية، وقيمتها هي عبارة عن Q of D على 2 سيجما، ودي هنا نقصد بها المسافة أو الدستانس between two logics الزيرو والون. عندنا المثال هنا راح يتناول قيمة مختلفة للنويز N of T، لأنه قلنا بالحقيقة أنه الثريشولد والإيرور تعتمد على الـ N of T والـ X of T. سابقا عرفنا تأثير الـ X of T لما أبدلها من بايبولر من يونيبولر إلى بايبولر، هنا راح أعرف تأثير الـ N of T. بدال الجاوزين اللي قلنا هي عبارة عن دالة البيل فانكشن أو دالة الناقوس، راح أغيرها أسويها دالة من الدرجة الثانية يعني دالة تربيعية، راح أشوف شنو تأثيره على قيمة الثريشولد والبروبابيليتي أوف إيرور. بالنسبة للإكس أوف تي قايل الاحتماليات الصفر والواحد متساوية أيضا، والإن أوف تي تحكمها هذه المعادلة. إذا من أجي أحسب فولتية العتبة بالاعتماد على الملاحظة السابقة، بما أنه أنا عندي إيكو بروبابل باينري سيجنال، لذلك راح تكون الـ V threshold بالمنتصف تماما بين الزيرو وبين الواحد، عندنا واحد فولت و 0 فولت، شنو الوسط بيناتهم؟ حتما نصف فولت. بالنسبة للمطلب الآخر اللي هو احتمالية الخطأ الـ probability of error، راح أحسب مثل ما اتفقنا أنه المساحة اللي تعبر بها الدالة تعبر هذا الحاجز اللي سميناه فولتية العتبة، هذه المساحة راح باللون الأزرق راح تمثل الخطأ نسبة الخطأ باللوجيك 1، أما المساحة باللون الأحمر فتمثل نسبة الخطأ باللوجيك 0، باعتبار أني بالمرسلة عندي 0، في حين بالمستقبلة عبرت عدي هذه الدالة عبرت الحاجز فانحسبت على اللوجيك 1 في حين هي بالأصل لوجيك 0، هذه بالنسبة للمساحة الحمراء. فراح أجي أطبق قانون التكامل باعتبار التكامل هو اللي يطلع لي المساحات تحت الكيرف، فراح يكون عندي نسبة أو احتمالية الخطأ بالزيرو هو عبارة عن تكامل من النصف إلى الواحد. هذني دوال كيف رسمتهن، لأنه أنا عندي الـ F of N مطينياها دالة تربيعية واحد ناقص X تربيع، فراح أطبق هذه المعادلة. هذه المعادلة بالحقيقة هو مطينياها بالمثال. بالنسبة للليمت مات التكامل، الليمت الأول النصف هذا استخرجناه من الـ V threshold نصف فولت، أما الليمت الثاني الواحد فهذا نستخرجه من تقاطع الدالة الأولى F note مع المحور السيني.
كذلك الحال بالنسبة للمساحة باللون الأزرق اللي هي تمثل نسبة الخطأ بالواحد، راح يكون التكامل من الصفر اللي هي أيضا استخرجناها من تقاطع الـ F1 ويا المحور السيني، تقاطعها يكون بالنقطة 0. أما الليمت الآخر للتكامل اللي هو 0.5 فهو نفسه عبارة عن الـ V threshold. رجاء الملاحظة هنا هو أنه لما كانت الـ N of T ليست Gaussian distribution، فاعتيادي أنا راح لك قيمة الـ probability of error ما راح تكون بدلالة الـ Q function، باعتبار هذا التكامل ماكو داعي أروح على النوميريكال، وإنما الحل مالته سهل، في حين هناك لا والله بالجاوزيان كان الحل صعب فرحت على النوميريكال واستخدمت الـ Q function أو دالة المركم. أيضا كهومورك بهذا الخصوص هو انه repeat previous example if we have probability of zero transmitting is 0.25، يعني هنا عندي احتمالية الزيرو ربع واحتمالية الواحد هي 3/4. بهالحالة ال f of c ال x of t اصبحت متغيرة او مختلفة الاحتماليات، يعني وأيضا عدي الـ N of T ليست جاوزيان، فالمطلوب من عدي أجد الـ threshold والـ error. طبعا الملاحظة هنا هو أنه الـ Q ratio تبقى نفسها كما كانت، احتمالية الـ 0 على احتمالية الـ 1 اللي سميناها Q بقت نفسها، F of 1 على الـ F1 على الـ F not. طيب الآن أريد أعرف كيف ممكن التعبير عن الـ Error Probability بدلالة الـ SNR Value، المقصود هو Signal to Noise Ratio، Power مات الإشارة على الـ Power مات النويز. عندنا الحالة لما تكون الـ X of T هي عبارة عن Unipolar Eco Probable Signal، بل حالة عرفت أني الـ PE مالتها هو الـ Q of A على 2 Sigma، وإحنا نعرف أنه حتى أطلع الـ Power مات الإشارة لازم اجمع الباور مات الزيرو ال1 مع الباور مات الزيرو، والباور هو حاصل قسمة مربع الفولتية على قيمة المقاومة، قيمة المقاومة راح اعتبرها نورمالايزد 1 اوم، فراح تكون الباور مات ال1 هو عبارة عن المارجينال بروبابيلتي مات ال1 مضروبة في فولتية اللوجيك 1 تربيع، مضاف اليها المارجينال بروبابيلتي مات الزيرو مضروب في فولتية اللوجيك 0، فهذه تعطينا صفر، فحصل على 0.5 أي تربيع، هاي بالنسبة للS. أما الN فقيمته هو نعرف أنه نفس الفيرينس مات النويز اللي هو سيجما تربيع، فلما أجي أعوض هاي القيمتين هذه وهذه الS والN أعوضها في المعادلة مات الPE راح أحصل على الPE تساوينا الQ of SNR على 2 نصف الـ SNR value. هذه بالنسبة للحالة الأولى لما يكون عندي unipolar. طيب لما يكون bipolar راح شي يكون عندي الـ A هو الـ power مات اللوجيك 1 مضاف إليه الـ power مات اللوجيك 0، راح أحصل الـ S تساوي A تربيع، والـ N نفسها سيجما تربيع، أجي أعوضهم بمعادلة الـ bipolar P of PE عبارة عن Q of A على سيجما، فراح أحصل على الـ PE تعطيني الـ Q of SNR تحت الجذر. ننتقل الآن إلى حالة الـ Ternary Signals لما يكون عندي ثلاث مستويات من الفولتيات minus A 0 و plus A volt، تمثل المستويات الثلاثة لللوجيك 0 1 و 2. بالحالة راح يكون عندي طبعا 2 threshold voltage، وحدة تقسم بين الـ الماينس والزيرو، والثريشولد الثانية راح تقسم تفصل بين الزيرو وبين البلس، يعني بمعنى آخر لو كانت الإشارة المستلمة واي في جهة الاستقبال أصغر من الثريشولد الثانية عندها يكون القرار اللوجيك زيرو، أما إذا كانت الإشارة المستلمة بجهة الاستقبال أكبر من الثريشولد الثانية وأصغر من الثريشولد الأولى عندها راح تكون بهذه المنطقة، فهي تعبر عن الحالة
أو اللوجيك 1. الحالة الثالثة لما تكون عندي الإشارة واي أكبر من الثريشولد الأولى هذه، يعني راح توقع الإشارة بهذه المنطقة، فحتما راح تكون عندي اللوجيك 2. الآن المطلوب هو إيجاد الثريشولد والبروبابيليتي، يعني كيف أجد الفي ثريشولد 1 والفي ثريشولد 2. فهنا للسهولة راح نفرض أن الدالة الثانية F2 ما تتداخل ويا الدالة الأولى F0، يعني هذه ماكو منطقة التداخل، بعيدة وحدة عن الأخرى. بالحالة نفس الطريقة السابقة اللي اتبعناها بالباينري راح نتبعها هنا بالتيرنري، راح نقول أنه يعني نشتق ونساوي للصفر، ومشتقة التكامل وحدة تلغي الثانية، فتبقى عدي البروبابيليتي اوف 1 على البروبابيليتي اوف 2 هي نفس الاف 2 مقسومه على الاف 1. كذلك بالنسبه للبروبابيليتي مالت 0 على البروبابيليتي مالت 1 هي عباره عن حاصل قسمه الاف 1 على الاف 0. وكما الحال في الباينري سيجنال، عندي هنا بالتيرنري سيجنال حاله خاصه لما تكون عندي احتماليات متساويه، فبالحاله راح تكون الفي ثريشولد الاولى هي منتصف المسافة بين الصفر وبين الأي، راح أحصل على أي over 2 فولت. أيضا الثريشولد الثانية راح تكون منتصف المسافة بين الأي والماينس، بين الزيرو والماينس أي، راح أحصل على ماينس أي over 2 فولت. بالنسبة للprobability of error راح نشوفها تشبه probability مات اليوني color binary signal. لو ردت أرسم هذه القناة الخاصة اللي فرضناها ماكو تداخل بين الفانكشن F2 مع الفانكشن F0، يعني الفانكشن الخاصة باللوجيك 2 ما تتداخل مع الفانكشن مات اللوجيك 0، راح أحصل على هذا الجرافيكال موديل. هذه عندي ثلاث مسجات جهة الإرسال وثلاث مسجات في جهة الاستقبال، وماكو لينك يعبر بين اللوجيك 2 ومع اللوجيك 0 على طرفي القناة، يعني ما عندي لا لينك منا ولا لينك منا. فهذه حالة خاصة سميناها نون سيمتريك شانل تيرنري شانل. الآن عندي مثال تطبيقي على الإيكو بروبابل تيرنري سيجنال. الليفلات هي ماينس 2A، هذه الماينس 2A وصفر، والبلس 3A، هذه بلس 3A. الشانل هو غاوزيان، الباور مالته 0.16A تربيع. المطلوب إيجاد الثريشولد والإيرور. أولا بما أنه أنا عندي إيكو بروبابل شانل، فرأسا أقول أنه الثريشولد الأول هو منتصف هذه المسافة، هذه الدستانس الأولى، المنتصف مالته بين الصفر وبين الماينس 2 هو حتما ماينس 1، هذه الثريشولد الأولى. الثريشولد الثانية هي منتصف المسافة بين الصفر وبين الثلاثة، هذه الدستانس الثانية، المنتصف بين الصفر والثلاثة حتما راح تكون 1.5 فولت. هذه الآن حسبنا المطلب الأول. المطلب الثاني هو احتمالية الإيرور. بالحقيقة لازم أحسب أذني المساحات الأربعة، هذه المساحة الأولى، هذه المساحة الثانية، أذني التو أريا متناظرة، المساحات الثالثة والرابعة أيضا متناظرة، فأكون أنا أحسب وحدة من هذه وأضربها في 2 وأحسب وحدة من هذه المساحة وأضربها في 2، فراح تكون احتمالية الـ P of 1 بالواحد راح تكون متساوية، قلنا بين المساحتين متساوية متناظرة بسبب تساوي الاحتمالية، وهي نفسها قلنا نفس القانون ماليوني فلر اللي قلنا عليه Q of الديستانس على 2 سيجما أو الـ A over 2 سيجما. الـ A هنا عندي هو نفس المسافة هذه، فراح يصير عندي أعوض أذني القيم بمعادلة المركم ومباشرة أستخرج احتمالية الخطأ بالواحد. احتمالية الخطأ بالاثنين أيضا عندي مساحتين متساوية وكل واحدة من عندهم تنطبق عليها قانون اليونيبولر probability of error،
اللي هو الـ Q of A over 2 sigma. الـ A عندي هنا 2 distance الثانية، المسافة الثانية، هذه الـ A الثانية، فراح يصير عندي Q of 3.75. يعني راح أعوض معادلة المركم، أيضا أحصل على بسهولة، راح أحصل على الـ probability باللوجيك 2. الآن راح أحسب لني المساحات الأربعة، شلون أحسبها؟ كل واحدة أضربها بالمارجنال probability مالتها، يعني أنا قد عندي احتمالية إرسال اللوجيك 1 أضربها بالإيرور مالت اللوجيك 1، وكذلك بقية اللوجيكس الزيرو والتو، فيصير عندي أربع مساحات، هذه المساحة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. عندنا كل مساحتين متشابهة، فراح أحسب واحدة من عندهن حتى المركم مرة واحدة أستخدمه. ليش أطبق المركم مرتين؟ فراح يصير عندي أحول الأربع مساحات إلى تو تيرن، ومن ثم أجد البروبابيلتي التوتال أو النت. كهومورك في موضوع التيرنري سيجنالز، عندنا حالة أنه لما تكون احتمالية الصفر واللوجيك واحد متساوية 0.125، وتختلف حتما عن احتمالية الاثنين اللي هي تساوي واحد ناقص هذه الكمية، فكيف نستخرج الثريشولد واحد والثريشولد اثنين، وأيضا probability of error. الملاحظة هنا هو أنه أتبع نفس الأسلوب بالنسبة للثريشولد الأولى اللي هي الحد الفاصل بين الزيرو وبين الوين، راح أعتمد نص المسافة، نص المسافة يعني بين دي المسافة بين الزيرو وبين الـ 2A هي ماينس A، باعتبار الزيرو والون قال لنا بالمثال انه متساوية. اما الثريشولد الثانية فالمفروض اني احسبها، ما اقدر احسبها من A over 2، لا طبعا بالمناسبة هنا الـ A، لما اقول A over 2 مو هذه الـ A اقصد بيها، لانه هنا صارت الـ A تبدلت الى 3A، فكون هاي اقسمها على 2، هذه أقسمها على 2، بس هنا ما أقدر بالنسبة للـ V3 الثانية ما أقدر أقول أي على 2، وذلك لأن الاحتمالية تختلف عن بقية الاحتماليات، فلازم أستعمل قلنا معادلة لن كيو، وبدال الـ A راح أستعمل 3A، فالـ A تربيع راح يصير 9A تربيع، هذه المعادلة القديمة مالتنا، وأستمر حتى أجد بقية المطالب اللي هي probability of error. كون أني أرسم الرسم حتى يساعدني بإيجاد قيم احتمالية الخطأ. الآن ننتقل إلى موضوع block error probability. بالتطبيقات العملية إرسال البيانات ما يكون على شكل بتات منفصلة، وإنما يكون على شكل group of bits أو مجموعة من البتات، نسميها block of bits. الآن كيف أحسب عدد البتات، عدد البتات الخطأ في بلوك؟ كمان راح أرمز العدد الكلي للبتات بالرمز M small، أيضا راح أرمز إلى عدد البتات الخطأ في بلوك كمان بالرمز N small. بالحالة ممكن أني أستخدم الفورمولا اللي هي binomial distribution formula، أو قاعدة توزيع ذو الحدين، حتى أحسب عدد البتات الخطأ. الباينوميال ديستريبيوشن فورمولا تنص على انه عدد البتات الخطأ تساوي لنا الكومبينيشن اوف ام تيكن ان مضروبة بالبروبابيلتي اوف ايرور مرفوعة على الاس ان في البروبابيلتي اوف كوركت، لانه الواحد ناقص ايرور راح يعطيني كوركت، فصار عندي بروبابيلتي اوف ايرور في بروبابيلتي اوف كوركت مرفوعة على الام باور ام ماينس ان. بالنسبة للكومبينيشن فورمولا اللي هي كومبينيشن ام تيكن ان، ساوينا الفاكتوريال مات الام على الفاكتوريال مات الان في فاكتوريال فرق الحدين. هذه وين ممكن تفيدنا؟ مثلا في على سبيل المثال عندك ثلاث الوان من الكرات، في كل مرة تجمع كرتين اثنتين، فما عدد التشكيلات اللي ممكن تحصل عليها من هذه الالوان الثلاثة اذا جمعت اثنين في كل مرة؟ ممكن تساعدك هذه الفورمولا مالت الكومبينيشن في حل هذه الحزوره، بان تجعل قيمه الام هنا 3، عندك 3 الوان، وقيمه الان
اللي هي سبسيت مجموعة جزئية راح تكون 2، الان سمول راح تكون 2، فممكن نحل هذه الحزورة بالكومبينيشن فورمولا. وايضا ما ننسى انه توتال probability هي 1 في كل الاحوال، يعني اذا كانت عندي هذه فورمولا اعطتني احتمالية وجود خطأ في اي وحدة من هذه البتات، فاذا جمعت الاخطاء الكلية لكل بتات البلوكة راح احصل حتما على 1. الان عندي مثال تطبيقي على البلوك ايرور probability. example: bipolar equal probable signal are transmitted through adaptive wide Gaussian noise channel with SNR of 6 dB in blocks of 5 bits. إذا المعطيات هو أنه عندي bipolar equal probable signal ومطيني المعلومات بدلالة الـ SNR value. المطلب الأول هو إيجاد احتمالية استلام بلوكة بها خطأين 2 bit error. المطلب الثاني هو احتمالية استلام بلوكة في جانب الاستقبال بها خطأين بالموقع الأول بالبت الأول وبالبت الأخير. الستيب الأولى هي إيجاد الـ probability of error لما يكون عندي bipolar equal probable و white Gaussian noise channel. أنا أعرف الـ P of E هي Q of تحت الجذر SNR يعني بدلالة الـ SNR. الـ P of E بدلالة الـ SNR. الـ SNR ما طيناها بالـ DB، راح أحولها إلى لينير بأن أقسم على 10 وأرفعها للأساس 10. أخليها بالماركم فانكشن، طلعت عندي الـ Q of 2 عبارة عن 0.02، هذه الـ probability of error. الآن أجيب هذه القيمة أخليها في معادلة أو الفورمولا مات الباينوميال ديستريبيوشن حتى أحصل على احتمالية البلوكات اللي بيها 2 error. طبعا عدد البتات الكلية مطيني إياها 5، عدد البتات الجزئية أو عدد بتات الايرور الN small هي 2، فراح يصير عندي احتمالية الحصول على هكذا بلوك هو حاصل ضرب الكومبينيشن في الـ probability of error في الـ probability of correct. راح أطبقها تطلع عندي 0.0037، هذه احتمالية الحصول على بلوكة بها 2 error لا على التعيين، يعني يجوز هاي الايرور بالبداية بالنهاية بالوسط، المهم 2 bit error. بالنسبة للمطلب الثاني تم تحديد الموقع البتات الخطأ في بداية ونهاية البلوكة فقط. إذا يبقى نفس الباينوميال ديستريبيوشن فورمولا نستخدمها، فقط أحذف من عندها الفاكتور الخاص بالباينوميال كومبينيشن. هذا الكومبينيشن فاكتور راح يلغي، ليش؟ لأنه قلنا هذا الفاكتور ينفع في إيجاد عدد التشكيلات، عدد التشكيلات هنا عندي تشكيلة واحدة، يعني بلوكة واحدة بيها خطأ بالبداية وبالنهاية، فهذا الفاكتور راح أحذفه وأحسب حساباتي الاعتيادية بالباينوميال ديستريبيوشن فورمولا. يعني هاي الفورمولا تبقى نفسها ما عدا الفاكتور الأول، فراح الفاكتور الأول يلغي، يصير عندي probability of error مرفوع على الأس 2 في probability of correct مرفوع على الأس 3.